بتضحك بحالكي ما درت دابا. علاش؟ حيت مرارا وتكرارا كنقول لهم زعما حتى حتى الا كان شي طبيب بغاو يجيبوا لي طبيب ديال العمليات اللي كيدير العمليات التجميل يشوف لي وجهي، مرحبا ما عندي حتى شي ماشين شي حاجه، ما عندي حتى مشكل، حيت ما كيتيقوش ما عرفتش علاش ما كيجي. يعني هذا الحساب انا واعره بزاف. اذن انا زوينه، اذن انا موجود. لا باش نهضروا بجديه شويه، ما دير حتى شي عمليه تجميل، وضد فكره عمليه التجميل مع فقط الا كان تشوه خلقي باش تنوضي تبدلي راسك وتبدلي الخلقه ديال الله، حرام شويه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.